لماذا هو بحاجة للناس لعبادته؟ لا والله ما احتاج لشيء ولا يحتاج إلى شيء، هو الإله، لكن تفضل وجاد وخلق الكائنات من العدم وكرم هؤلاء الناس من قبل خلقهم وإيجادهم، وقد خلق ملائكة يعبدون هؤلاء، والملائكة يعبدون لا يفترون عن عبادته، وليس بحاجة لعبادة الملائكة ولا غيرهم، ولكن تكرم أن يخلق هذا النوع من المخلوقات والكائنات، النوع الإنساني، ويميزه بخلاف عنه سبحانه وتعالى، يعني قيام بمنهاج له على ظهر الأرض. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وخلق آدم عليه السلام وخلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا لنتشرف نحن ولنتكرم، كما خلق الشمس لننتفع منها ولنستضيبها، وهو محتاج إلى خلقها؟ لا والله ما هو محتاج إلى خلقها، ونحن محتاجين. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فعبه ما يحتاج إلى شيء أصلا، ما خلق شيئا من الخلق لحاجة له، لا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا آدمي ولا جني ولا نبات ولا حيوان ولا جماد، ما خلق شيء لأنه محتاج إليه، خلق ليتفضل وليكرم ولينعم وليختبر ويبتلي، ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، فاقتضت حكمته هذا. فمن ذا الذي يريد أن يناقش مخلوق مثلنا وكان مسكين نطفة وعلق مضاه، فيقول هذا الإله الذي خلق لماذا فعل كذا؟ بسم الله، منين جيت؟ انت جيت يا ناصر؟ يقول قبل كنت نطفة ومضاء، اليوم بتكلم، انت قلت لك إله ولا إيش؟ انت واحد مثلنا مخلوق، لو طن راسك قليل وقعد تبكي محلك. لكن غفلة الإنسان عن حقيقته وعن ذاته، بقوله الآن بغى نفسه نظير للإله الخالق الذي خلق كل شيء، كل شيء بيقوله ليه صلعت كذا؟ أنت ما تقدر تقول هذا لمسؤول فوق مرتبتك ولا مسؤول الدولة، ما تقدر تقول هذا لمهندس يعرف الهندسة أحسن منك تقول ليش فعلت كذا اللي فعلت كذا، ما تستطيع تحتاج. جاوزتهم هؤلاء كلهم بالعاد، خليت لا تخصص ولا طلعت لا فوق، ويا عند الإله الحق بتقول لمت إلا واجبك أنت بعقلك هذا تتعرف من هو هذا الإله وما وصفه وما عظمته، أما بتحول إلى إله ثاني بتخاصم هذا الإله، من اللي علمك هذا؟ من اللي ضحك على عقلك وخلاك بهذه الصورة؟ وبعدين تقاوم شيء ما يقاوم أصلا. وقديما كانوا يقولون على من يتعلق بمثل هذه الأشياء بأقل منها، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه وشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل والجبل ما بيتكسر، لكن ليش الرأس حقك بيتكسر؟ وهكذا الذين يتجرؤون على الإله الحق سبحانه وتعالى يقولون كذا وكذا، والحق حليم ويصبر عليهم ويبين لهم ويرسل لهم الرسل ويؤخر، ومن لم يبلغه الرسالة ما يعذبه حتى من المشركين والكافرين، سبحان الله، وما كنا معذبين حتى نبعث فضلا من الله. هذه شؤون الألوهية، فأمثال هذه الأسئلة ما وجدت سبيل إلا لما أرضية الإيمان عندنا جذبت ونقص العلم، أنه لما لها مجال أصلا ولا تقبل عند عقل، والرد عليها أسهل ما يكون لمن يعقل، ولكنهم يروجون ويبنطنطنون عليه ويصلحون كل مان طويلة عريضة وما إلى ذلك. هو خالق الكل وليس محتاجا إلى الكل، وشاءت حكمته وهو الإله أن يخلقنا على هذه الصورة. فهل من مجال مثلا نقول يا رب انت لماذا جعلت راس الانسان فوق؟ بعدين ايش تبغى تحت يعني قصدك انت ولا كذا ولا شيء احسن؟ لقد خلقنا الانسان في احسني، بعدين منهم من يمشي على بطنه ومن في عينه ومن على اربع، شيء في حد واحد ثاني اله يجي يقول ليش صلح ذا كذا ليش صلح كذا؟ الا انظر الحكمه اللي قدامك وتعجب، الخلق هذا وخلي حكمه وهذا الحكمه هذا الحكمه، سبحانه هو الخلق. هذا المنظار الصحيح عندك والمنطق الصحيح عندك أن تتأمل كيف خلق وكيف أبدع وتدل على عظمته، أما بتتجاوز كله بتقول أنت لماذا خلقت؟ أصلا أنت لست خالق حتى تتكلم مع الخالق وتعرف خلقيتك وتتحدث مع إلهك بما يليق بمملوك مع ملك ومخلوق مع خالق جل جلاله وتعالى في علاه.